القوات العراقية تسيطر بالكامل على أكبر قاعدة عسكرية في كركوك، والقوات الكردية تنسحب من بعض المواقع جنوبية المدينة، والبنتاغون يطالب بوقف التصعيد. وزير الري توجه لأديس أبابا لحضور الاجتماع الوزاري للجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة. مصرع 12 شخصا بينهم أطفال جراء غرق قارب يقل لاجئين من أقلية الروهينجا بخليج البنغال خلال توجههم إلى بنغلاديش. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل للأخبار، أهلا بكم. سيطرت قوات مكافحة الإرهاب العراقية بالكامل على أكبر قاعدة عسكرية في مدينة كركوك التي تسيطر عليها قوات البشمركة الكردية، كما سيطرت القوات العراقية المشتركة على منشأة غاز الشمال ومركز الشرطة ومحطة توليد الكهرباء في المدينة، بينما انسحبت قوات البشمركة الكردية من بعض المواقع جنوبية كركوك. كانت معارك قد دارت في الساعات الأولى من صباح اليوم بين القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية، تخللها قصف مدفعي متبادل في جنوب المدينة. سريع شهدته الساحة العراقية بعد أن تحركت القوات العراقية باتجاه كركوك بهدف حماية القواعد والمنشآت الاتحادية في المحافظة حسب ما أعلنت الحكومة المركزية في بغداد. كان رئيس الوزراء حيدر العبادي عقد اجتماعا للقيادة العسكرية أعلن خلاله توجيه القوات الأمنية لفرض الأمن في محافظة كركوك. وقالت القيادة العسكرية في بيان نشر عقب الاجتماع إنها ستسعى لبسط سلطتها على كركوك والمناطق المتنازع عليها. كما تلقت القوات أوامر باستعادة قاعدة عسكرية وحقول نفطية كانت القوات الكردية سيطرت عليها قبل 3 سنوات بعد وقت قصير من سقوط مناطق عراقية بأيدي تنظيم داعش الإرهابي. مصادر عسكرية عراقية أعلنت عن قصف متبادل بصواريخ من طراز كاتيوشا جنوبي كركوك واندلاع اشتباكات مسلحة في الحي الصناعي جنوب المحافظة. كانت القوات العراقية بدأت في التقدم نحو حقول النفط في المدينة التي تسيطر عليها قوات البشمركة، وسيطرت قوات مكافحة الإرهاب على الجسر الأول في المنطقة الصناعية جنوبية كركوك. وأكد مسؤولون عراقيون وأكراد أن القوات العراقية بدأت تحركها منتصف ليل الأحد الاثنين صوب حقول نفط وقاعدة جوية هامة تسيطر عليها القوات الكردية غربية مدينة كركوك. وفي أول رد فعل دولي حث البنتاغون القوات العراقية والكردية على تجنب القيام بأعمال تصعيد جديدة، مؤكدا أنه يعارض أي تحرك يؤدي إلى زعزعة الاستقرار أو تشتيت الانتباه عن المعركة الأساسية ضد تنظيم داعش الإرهابي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بغداد عبر الهاتف الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية. دكتور بعد التحية، ما هي التطورات العملية العسكرية في كركوك حتى الآن؟ شكرا جزيلا. العملية التي نقوم بمحققها هي إعادة الأمن والنظام في المناطق المختلفة عليها ولتطبيق الاتفاق بين قطاع والأردن لأن تعود القطاعات إلى حدود ما قبل 2014. دكتور واثق، عذرا للمقاطعة، ولكن هل من الممكن أن تتحرك قليلا يمينا أو يسارا حتى يتضح الصوت بشكل أكثر وضوحا؟ تفضل. تمام، تفضل يا فندم. القوات العراقية بارك في عملها وقصة نعتذر دكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية عن عدم إكمال المكالمة نظرا لرداءة الصوت من المصدر.
توجه صباح اليوم وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الاجتماع الوزاري للجنة الفنية الثلاثية لمتابعة إعداد الدراسات الخاصة بالآثار المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان. كما من المقرر أن يزور عبد العاطي على رأس وفد فني موقع السد، وهي الزيارة التي ينظمها الجانب الإثيوبي لوزراء الموارد المائية والري بالدول الثلاث لمتابعة الأعمال الإنشائية والتحقق من التفاصيل الفنية الجاري متابعتها في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية. كان رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل قد صرح عقب ترأسه اجتماعا للجنة العليا لمياه النيل بأن اجتماعا سيعقد خلال أيام بشأن الدراسة الفنية لسد النهضة بحضور وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان. وأوضح إسماعيل أن هناك بعض التحفظات الإثيوبية وهناك أمورا طلب الجانب المصري استيضاحها حول التقرير الاستشاري الذي قام به الاستشاري الفرنسي، مشيرا إلى أن هناك موافقة من حيث المبدأ على التقرير. راجعنا الموقف فيما يخص الدراسة الفنية لسد النهضة والموقف المفاوضات بخصوص هذه الدراسة. من المتوقع ان خلال ايام قليله هيبقى في اجتماع وزاري للتوصل يعني لاتفاق نهائي بخصوص الدراسه والبدء فيها. في تقرير استهلالي قدمه المكتب الاستشاري الفرنسي، وفي بعض التحفظات من الجانب الاثيوبي والسوداني، ومصر ليها يعني احنا من حيث المبدا موافقين على التقرير المقدم، ولكن لينا بعض الاستيضاحات مطلوبه. أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف منطقة القواديس شمال سيناء وأسفر عن استشهاد 6 من جنود قواتنا المسلحة الباسلة، مشيدا بما أبداه الشهداء ورفاقهم من صمود وبطولة كبدت الإرهابيين خسائر جسيمة. كان المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي قد أعلن أن قوات إنفاذ القانون قامت بالتصدي لمحاولة إرهابية فاشلة استهدفت نقاط تأمين بالمنطقة. وأضاف المتحدث العسكري أن القوات تمكنت من القضاء على 24 إرهابيا وإصابة آخر وتدمير عربتي دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية، وأشار إلى استمرار عملية تمشيط المنطقة ومواصلة القوات المسلحة جهودها للقضاء على العناصر الإرهابية. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة السلوفينية لوبليانا في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية مصري إلى سلوفينيا لتعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. ومن المقرر أن يلتقي شكري خلال الزيارة التي تستغرق يومين كل من الرئيس السلوفيني بوروت باهور وبالإضافة إلى رئيس الوزراء ميرو سيرار ووزير الخارجية كارل إريافيتش. ويستعرض شكري مع الجانب السلوفيني الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الجانب السلوفيني في المشروعات القومية الكبرى بهدف زيادة حجم الاستثمارات السلوفينية في مصر التي تصل الآن إلى ما يقرب من 77 مليون دولار. قام وفد من وزارة التربية والتعليم بزيارة ميدانية للمدرسة المصرية اليابانية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في إطار متابعة الاستعدادات لبدء الدراسة بالمدارس اليابانية واستقبال الطلاب فيها وفي المناطق والمحافظات المختلفة. من جانبها أكدت الوزارة قبول الطلاب إلكترونيا طبقا للمعايير المنصوص عليها وحسب التوزيع الجغرافي. تفقد مسؤول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدرسة المصرية اليابانية بالتجمع الخامس، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات لبدء الدراسة بها. النظام ده جه بزيارة للسيادة الرئيس في دولة اليابان وزار أحد المدارس، تعرف على أنشطة توكاتسو، فحب في شكل من أشكال التعاون بين مصر واليابان اللي أسفرت عن المدارس اليابانية حضرتك واقف فيها النهاردة دي. الشكل التعليمي هو يمكن شكل تعليمي واحد نفس المناهج، ولكن نظام التوكاتسو هو المختلف اللي بيشتغل على إيه؟ بيشتغل على تنمية مهارات الطفل، بيشتغل على سلوكياته، بيشتغل إنه إزاي يقدر يفكر، إزاي يقدر يبتكر، إزاي يقدر يحل المشكلات، إزاي يقدر يشتغل في عمل جماعي. ثمن مدارس ضمن مشروع المدارس اليابانية في مصر تم تنفيذها حتى الآن في المحافظات مختلفة، تقدم تعليما متطورا يركز على بناء الشخصية وصقل المهارات عن طريق التدريب وممارسة الأنشطة المتعددة.
فالمعايير كانت واضحة وصريحة وتقال عليها من قبل ما نبتدي عملية القبول اللي هو تم إلكترونيا، أنه حسب المربع السكني من الأقرب إلى الأبعد، مش من الأقرب للمدرسة اللي هو ساكن في الشارع اللي قصاد المدرسة، الأقرب حسب الخرائط المكانية. من جانبها قامت وزارة التربية والتعليم بتجهيز كافة المدارس المصرية اليابانية وتوفير الأجهزة والمعدات المطلوبة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الأبنية التعليمية. قدموا على موقع الوزارة واتقبلوا، والكشوف جات لنا الساعة 12 بالليل، طبعناها 6 الصبح وشغالين عليها دلوقتي، اللي هم الناس اللي اتقبلت من موقع الوزارة. الولد يعني بيعمل كل حاجة بنفسه من غير تدخل الأب أو الأم، أو بيعتمد على نفسه بالظبط كده، غير ان الولد بيمارس النشاط اللي بيحبه، نشاط رياضي، نشاط علمي، نشاط ثقافي، يعني ان يبقى في تغيير. احسن حاجة ان الإدارة في نفس المدرسة، يعني مشهورناش كتير اللي احنا نروح إدارة برا ونعمل أوراق وكده، لا كلها جنب بعضها. تحتوي المدارس اليابانية على فصول ذكية للدراسة والتعلم، وتشمل أيضا عددا من المكتبات والمعامل وقاعات لممارسة الأنشطة المختلفة، إضافة إلى صالة للألعاب الرياضية، كما تم إعداد المعلمين والأخصائيين التربويين بها على أحدث الوسائل التعليمية طبقا للنموذج الياباني. حلم جديد يتحقق، فالمدارس اليابانية في مصر استعدت للانطلاق واستقبال طلابها هذا العام كنموذج متطور ينضم لمنظومة التعليم لبناء جيل أفضل. ياسين سيف، النيل. تخوض ميليشيات سوريا الديمقراطية معارك هي الأقوى ضد تنظيم داعش في مدينة الرقة في هجومها الأخير ضد جيوب الإرهابيين المتبقية في معقلهم الأبرز سابقا. كان المتحدث الرسمي باسم الميليشيات قد أعلن سقوط أكثر من 270 عنصرا من مسلحي داعش في قبضة الميليشيات بالمدينة. أنهى الجيش العربي السوري وجود تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي بعد عملية نوعية ومكثفة نفذها على أحياء المدينة ذات البعد الاستراتيجي الهام، ليحطم بذلك أحد الخطوط الحمراء التي رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية في دعمها للإرهاب، واعتقدت أنها لن تتحطم. ندرك تماما أهمية الاستراتيجية لمدينة الميادين في البعد الجغرافي وفي البعد السياسي. مكانة أمريكا ومكان يوضع تحت الحاضنة الأمريكية كما يسمى في المصطلح التفاهم الروسي الأمريكي قد سقط. النقطة الثانية تتعلق بالأهمية الجغرافية باعتبارها تشكل أولا باتجاهين، الاتجاه الأول أنها تشكل مدخلا لمدينة البوكمال وبالتالي استكمال والوصول إلى الحدود العراقية السورية بشكل فعلي وعملي، والنقطة الثانية أنها تعيد تحصين المناطق التي تم استعادتها من قبل الجيش العربي السوري في دير الزور. استكمالا لمحور شرق سوريا وتحديدا مدينة الرقة، فالاتفاق الذي سمح لإرهابي داعش بالخروج من المدينة على أنهم مدنيين هاربين من ظلم التنظيم التكفيري كان أحد الأوراق التي سقطت لتكشف قناع كل مما يسمى بقسد والتحالف الدولي اللذان ادعى أنهما يحاربان داعش الإرهابي، إلا أنهما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة. الرقة واحدة من الأوراق أيضا التي ستتكشف طبيعة العلاقة بين الأمريكي وداعش وما بين المرتزقة التي تقاتل تحت راية أمريكا. الآن هي تحصيل حاصل، وبالتالي هو إحلال أو عملية نقل الرقة من سيطرة تنظيم إرهابي إلى سيطرة تنظيم آخر، على الأقل إن لم يكن إرهابيا بالمعنى المطلق للكلمة، هو على الأقل مرتزقة ويعمل لحساب الأمريكي ولا يعمل لحساب الوطني. أمريكا ما تقوم به ليس قاتل داعش وليس محارب داعش وليس العمل على اندثار هذا التنظيم بقدر ما هو استثمار وتوظيف في هذا التنظيم، وهذا ما ثبت على الأقل من خلال بعض المعطيات اليوم التي تتحدث على أن المعركة القادمة أو الاستخدام القادم لداعش سيكون في شمال أفريقيا، وهذه النقطة الخطرة أيضا بمعنى آخر أن الاستثمار الأمريكي في مسألة الإرهاب لم ينتهي، لن يتوقف عند حدود سوريا والعراق. غادر تنظيم داعش الإرهابي الرقة اليوم مصطحبا
معه 100 من المدنيين كدروع بشرية باتجاه ريف دير الزور الشرقي. وفي ذات الوقت يواصل الجيش العربي السوري حسم الأمور في شرق سوريا ويتقدم باتجاه البوكمال بعد أن أحكم سيطرته على مدينة الميادين المعقل قبل الأخير لتنظيم داعش قبل الحدود العراقية، وسط مؤشرات على قرب تلاشي هذا التنظيم في كل من سوريا والعراق. إلهام عبيد، قناة النيل للأخبار. أفادت مصادر معارضة مسلحة أن القوات السورية قصفت بالمدفعية الثقيلة مناطق في ريف حماة الجنوبي والضفاف الغربي لنهر الفرات، كما قصف الطيران الحربي مناطق في قرية أبو الدالي بالريف الشمالي الشرقي بحماة، ما تسبب في أضرار مادية. من جهة أخرى، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي على محاور في الضفة الغربية لنهر الفرات شرق مدينة دير الزور، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف طرفي القتال. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمشق مراسلة النيل رنا المتوالي. رنا، بعد التحية، كيف هي الأوضاع في حماة بعد قصف القوات السورية بالمدفعية الثقيلة مناطق في ريف حماة الجنوبي؟ نعم شهاب، تستمر العمليات العسكرية للجيش السوري على عدة محاور في ريف حماة وريف إدلب، مستهدفة عدة مواقع للتنظيمات المسلحة. كما ضبطت وحدات من الجيش السوري كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة، بعضها إسرائيلي الصنع، خلال عملية تمشيط أوكار سلاحي داعش بين ريفي حمص وحماة الشرقيين. كما عزل الجيش التركي اليوم منطقة عفرين التي تسيطر عليها ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية، عزلتها عسكريا باتجاه محافظة إدلب من منطقة أطمة إلى دار عزة، لكنه ما زال يعمل بين المنطقتين مدنيا من دريس إلى أطمة أو من عفرين نحو الريف الغربي، في محاولة تركية لإنهاء الوجود الكردي في محيط حدودها مع سوريا. وفي السياق، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن التوغل القوات التركية داخل محافظة إدلب يعتبر بمثابة عدوان على سيادة وسلامة الأراضي السورية وانتهاكا صارخا للقانون والأعراف الدولية، وأنه ليس له علاقة بأي اتفاق تم التوصل إليه في السنة. أما في دير الزور، واصل الجيش العربي السوري تقدمه على محور دير الزور وريفها بعد أن تتوجت عمليته العسكرية في الميادين بالنجاح، واستهدف سلاح الجو السوري ضربات مركزة لمقرات وتحصينات وتحركات تنظيم داعش الإرهابي في بقرص فوقاني وشرق بقرص التحتاني والمحسن والبوليل بريف دير الزور، مما أسفر عن مقتل عشرات الإرهابيين وتدمير عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات مختلفة تابعة لهم. فيما سيطرت وحدات الجيش السوري بالتعاون مع قوات الحليفة والرديفة على بلدتي الصالحية ومرات في الضفة الشرقية لنهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي وطرد إرهابي داعش منهما. نعم، شكرا لك يا رنا المتوالي مراسلة النيل من دمشق، كنت معنا عبر الهاتف. ارتفعت حصيلة القتلى جراء انقلاب قارب يقل عددا من لاجئي الروهينجا بخليج البنغال إلى 12 شخصا بينهم 6 أطفال على الأقل أثناء توجهه إلى بنغلاديش، وكان القارب يقل ما يقرب من 65 شخصا قبل غرقه، نصفهم تقريبا من الأطفال بحسب الناجين من الحادث. يشار إلى أن 184 شخصا على الأقل من لاجئي الروهينجا قد لقوا مصرعهم غرقا أثناء محاولتهم الفرار من حملات القمع التي تقودها ضدهم قوات حكومية في ميانمار، فيما بلغ عدد الفارين منذ بداية العنف في 25 من أغسطس الماضي قرابة 500,000 شخص. أدانت مصر والجامعة العربية الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في مقديشو، مؤكدة تضامنها مع الصومال حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب. يأتي هذا فيما تجاوزت حصيلة ضحايا التفجيرين الانتحاريين 300 قتيل، وأعلن الرئيس محمد فرماجو الحداد لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا. هجوم هو الأعنف والأبشع في تاريخ الصومال منذ بدء التمرد المسلح عام 2007. أكثر من 200 قتيل وما يزيد على 300 جريح في ضربة واحدة موجعة، ولا شك للحكومة الصومالية المركزية بل وللشعب الصومالي بأسره.
حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، خاصة في ظل وجود عدد كبير من المصابين يرقدون في حالة حرجة. هجوم كشف أيضا عن خرق أمني بالغ، إذ كيف تسنى لشاحنة مفخخة أن تصل إلى وسط العاصمة وإلى حي تجاري مكتظ بالمتاجر والفنادق. الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد أعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام، مناشدا الشعب الصومالي بالتبرع بالدم لمصابي الانفجار. الآلاف خرجوا إلى شوارع مقديشو اليوم الأحد في تظاهرة غاضبة احتجاجا وتنديدا بالهجوم. المتظاهرون ألقوا باللائمة على حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. الإدانات العربية والإقليمية والدولية توالت في أعقاب الهجوم الغاشم، حيث أكدت الخارجية المصرية أن تلك الأعمال الآثمة لن تفت في عضد الشعب الصومالي نحو استكمال بناء مؤسسات الدولة واستعادة الاستقرار، فيما جددت الجامعة العربية التزامها بمواصلة دعمها للجهود الحثيثة التي تقوم بها المؤسسات الأمنية الصومالية من أجل مكافحة الإرهاب وتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد. كما جددت باريس ولندن والاتحاد الإفريقي دعمهم للصومال. الولايات المتحدة أدانت التفجير هي الأخرى، معربة عن تضامنها مع الشعب والحكومة الصومالية. هجوم السبت الذي وصفته السلطات الصومالية بالكارثة الوطنية تجاوز في فداحته هجوم جامعة جاريسيا في كينيا عام 2015 وتفجيرات السفارة الأمريكية في كينيا وتنزانيا عام 1998. حشد زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا أنصاره وسط مدينة مومباسا الساحلية من أجل المطالبة بتنفيذ إصلاحات جذرية في هيكل اللجنة المشرفة على الانتخابات قبل جولة الإعادة المقررة في 26 أكتوبر الجاري. وكانت المحكمة العليا في كينيا قد أبطلت فوز الرئيس أوهورو كينياتا في الانتخابات الرئاسية نتيجة ما وصفته بتجاوزات ومخالفات، ودعت إلى إجراء تصويت جديد خلال 60 يوما. قبل 10 أيام من إعادة الانتخابات الرئاسية في كينيا، يصر زعيم المعارضة رايلا أودينغا على إجراء إصلاحات جذرية في هيكل اللجنة المشرفة على الانتخابات، قائلا إنه لن يكون هناك سلام طالما استمرت عمليات التزوير في الانتخابات. ومن أجل ممارسة ضغوط لتنفيذ مطالبه، حشد أودينغا أنصاره من جديد وسط شوارع مدينة مومباسا الساحلية، وطلب منهم الاستمرار في التظاهر بشكل يومي من أجل تنفيذ هذه الإصلاحات. إذا لم تكن هناك إصلاحات فلن تكون هناك انتخابات. غدا ستكون هناك مظاهرة سلمية تحت عنوان لانتخابات دون إصلاحات، كم منكم موافق على ذلك؟ المحكمة العليا في كينيا كانت قد أعلنت في الأول من سبتمبر بطلان فوز الرئيس أوهورو كينياتا في الانتخابات الرئاسية نتيجة تجاوزات ومخالفات ارتكبتها لجنة الانتخابات، مما أضر بنزاهة العملية. وأصدرت المحكمة قرارها بإجراء تصويت جديد خلال 60 يوما، لكن أودينغا اشترط للمشاركة في جولة الإعادة إجراء إصلاح عميق لقانون الانتخابات وتغيير الهيئة المكلفة بفرز الأصوات. وقرر أودينغا الانسحاب من هذه الانتخابات التي وصفها بأنها ستكون أسوأ من سابقتها. قرار انسحاب أودينغا أثار أعمال عنف راح ضحيتها عدد من المتظاهرين على يد الشرطة. كما زاد من تفاقم الأزمة السياسية قرار محكمة نيروبي العليا بإمكانية عودة المرشح حين 8 الذين شاركوا في الانتخابات السابقة، وهو الأمر الذي سرعان ما عرضته اللجنة الانتخابية، مؤكدة أن انتخابات 26 أكتوبر ستجرى بين كينياتا وأودينغا فقط. اعتبر وزير العدل الإسباني رافائيل كاتالا أن خطاب حاكم إقليم كاتالونيا كارلس بوغديمونت لا يصلح أن يكون ردا قاطعا على مدريد بعد المهلة التي منحتها لزعماء الإقليم لتحديد ما إذا كانوا قد أعلنوا انفصال الإقليم عن الحكومة الإسبانية المركزية بشكل رسمي أم لا. كان بوغديمونت قد عبر في خطاب وجهه لرئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي اليوم، قد عبر عن استعداده للحوار في أقرب فرصة ممكنة لبحث الوضع في كاتالونيا وتداعيات استفتاء الانفصال عن الأراضي الإسبانية. وتحذر مدريد من إلغاء الحكم الذاتي في الإقليم حال إعلان سلطاته الانفصال. هذا ومن المقرر أن تلقي نائبة رئيس الوزراء الإسبانية بعد قليل كلمة بشأن الأسماء.
أعلن وزير الدفاع الفلبيني ديليفين لورينزانا مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في جنوب شرق آسيا جراء عملية عسكرية للجيش الفلبيني في مدينة مراوي التي تشهد معارك دامية منذ أشهر. وقال لورينزانا إن زعيم التنظيم المتطرف إسينيلون هابيلون قتل مع قيادي آخر في داعش يدعى عمر ماوتي في العملية العسكرية التي استهدفتهم صباح اليوم. كان الجيش الفلبيني قد أعلن الشهر الماضي السيطرة على مركز قيادة المسلحين الموالين لداعش في مدينة مراوي جنوبي البلاد بعد معارك دامية بين الطرفين أدت إلى سقوط أكثر من 500 قتيل بين مدنيين ومسلحين وعسكريين، فضلا عن نزوح أكثر من نصف مليون شخص. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام نشرتنا، بقي تفكير بأهم ما جاء بها من أنباء. القوات العراقية تسيطر بالكامل على أكبر قاعدة عسكرية في كركوك، والقوات الكردية تنسحب من بعض المواقع جنوبية المدينة، والبنتاغون يطالب بوقف التصعيد. وزير الري يتوجه لأديس أبابا لحضور الاجتماع الوزاري للجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة. مصرع 12 شخصا بينهم أطفال جراء غرق قارب يقل لاجئين من أقلية الروهينجا بخليج البنغال خلال توجههم إلى بنغلاديش. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام نشرتنا، للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. إلى اللقاء.